يجمعنا اليوم لقاء مجتمعي ليناقش مشروع تحويل النفايات إلى قيمة، والذي يندرج تحت سياسة إعادة التدوير من المصدر للأنشطة التجارية بالبلديات. هذا الحدث تحت رعاية وزارة الحكم المحلي والإدارة العامة للإصحاح البيئي وبتمويل من قبل مشروع تامسال المدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي. انضبطوا وبدوا في إصدار تراخيصهم من البلديات ونقدر نفذوها، لكن محتاجة منا إلى فرق ومحتاجة إدارة الإصحاح البيئي تولي اهتمامها بهذا النموذج. الحقيقة التحدي والتحدي الكبير هو التدوير، تدوير القمامة بكل أشكالها. وأكيد الطريق هذه ما هيش طريق سهل، لكن بداية الطريق، بداية الغيب قطرة كما يقال، فهي بداية الطريق بأبسط الأشياء اللي ممكن فعلاً أن نستطيع أن نكون من خلالها نموذج. إلى دقة التدبير ومحتاج منا إلى خطط حقيقية نستطيع أن ننفذها. طبعاً اليوم لقاء مجتمعي فني بخصوص النفايات وبخصوص التدوير وبخصوص الإصحاح البيئي ودوره داخل المجتمع واحتمالية دخول شركاء معنا في الموضوع هذا، سواء كان مراقب التعليم طرابلس، سواء أصحاب المهن التجارية والاقتصادية، وبالإضافة إدخال شريك آخر اللي هو المستفيد من عملية التدوير والمستفيد من خلال بيعه لهذه المواد الخام. نطرحه في فكرة الاقتصاد الأخضر، ممكن نرجعه للبلاد يعني بحيث أن نعاودوا عملية تدوير بعض المنتجات ونخفوا من عملية الاستيراد. هي هذه العملية اليوم، لكن اليوم العملية حقيقية وحنضعوا لها قواعد وحنضعوا لها حوافز، سواء للتجار، أصحاب المحلات، المدارس، لكل من يدخل معنا في المشروعات. البيئي وغمس مفاهيم أخلاقيات البيئة بين أفراد المجتمع في الفئات العمرية المختلفة، وإن استهداف النشأ في مراحل التعليم الأساسي سواء كان الابتدائي أو رياض الأطفال أو الإعدادية أو الثانوي ما هو إلا آفاق يفتح لمستقبل بيئي زاهر من اتفاقيات والبنود والبروتوكولات. شركة بلدية عارفين أن من المهام المناطق البلدية هي إدارة النفايات المغلقة، المساحات فيها قليلة جدا، الأراضي فيها ثمينة جدا. التواصل مع أصحاب المحلات نشددوا إحنا كأصحاب بيئي. آخر نقطة هي